السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من الحدث التي نخصصها لاحتفال المرأة الجزائرية بالثامن من مارس كنساء العالم، حيث تحتفل المرأة الجزائرية ككل نساء العالم بعيدها في مثل هذا اليوم من كل عام. ورغم ما تحقق وأنجز لصالح الناس في العالم رجالا ونساء من حقوق ومكاسب حفظت لهم كرامتهم وإنسانيتهم ووفرت لهم الشروط الواقعية والأطر القانونية لممارسة حق المشاركة والاختيار وحرية التعبير والإبداع والاستثمار وتساوي الفرص والانتفاع من خيرات الناتج الوطني، إلا أن المرأة في الجزائر وكما الرجل ما زالت تعاني الأمرين، مر الاستبداد والقمع السياسي الذي طال الجميع لا سيما في تسعينيات القرن الماضي وما خلفه من آثار خطيرة على شريحة كبيرة من النساء الجزائريات. ورغم الواجهة الزائفة التي أراد النظام الجزائري تصويرها للعالم بشأن ترقية المرأة ب30% في البرلمان وبعدد من الحقائب الوزارية وفتح مجالات التوظيف، إلا أن المرأة لا تنطلي عليها خدعة النظام الذي قمع الديمقراطية ورفض المشاركة السياسية والحرية للجميع رجالا ونساء. فقيم المواطنة المبنية على الحق والعدل ومنطق الحياة لا يفرق في نهاية المطاف بين الرجل والمرأة، أمام القانون كلهم سواسية. قبل أن نخوض في النقاش حول وضع المرأة في الجزائر ومستقبلها، نشاهد معا هذا التقرير بالمناسبة، فابقوا معنا. تحتفل المرأة الجزائرية على غرار باقي نساء المعمورة باليوم العالمي للمرأة. هذا اليوم رمز لكفاح المرأة ونضالها ونشاطها الدؤوب من أجل نيل حقوقها المشروعة في الحياة الكريمة إلى جانب الرجل ومشاركته في العمل والتعليم والقرار السياسي، ليس داخل أسوار الأسرة فحسب بل خارجها وداخل المؤسسات المحلية والدولية. لكن الاحتفال بالثامن من مارس لهذه السنة حل ومئات النساء قضين تحت قصف طائرات العدو الصهيوني في غزة، ودمرت منازلهن وقتلت وجرحت الآلاف منهن وأبنائهن وأزواجهن. يحل الثامن من مارس والحرب في سوريا تحصد الآلاف وتخلف آلاف الثكالى واليتامى والأرامل وتحرمهن حق الكرامة. المجتمع الدولي الذي طالما تباكى على حقوق المرأة وكرامتها ومساواتها بالرجل يغض الطرف عندما ينتهك حقها في الحياة من قبل جندي صهيوني وحاكم مستبد في الدول العربية والإفريقية والصين وغيرها، بل وحتى في عقر أوروبا في سوق النخاسة. كما لا يمكن إخفاء ما تعانيه المرأة داخل الأسرة والبيت ومكان العمل والشارع من قمع وقهر واضطهاد وتحرش وسوء فهم لطبيعتها ووظيفتها ومكانتها الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع. المرأة في الجزائر وعلى مر قرون من الزمن كانت السند الدائم والوثيق لأخيها الرجل في السراء والضراء، في البيت والمدرسة والحقل والمعمل، بل وفي ساحة القتال دفاعا عن حرمة الوطن وشرف السيادة. فكانت ثورة نوفمبر الاختبار الأساسي والوطني الكبير الذي أبلت فيه المرأة الجزائرية البلاء الحسن، متحصنة بقيم الدين الحنيف ومبادئ الرسالة المقدسة من أجل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة للرجال والنساء على حد سواء. لكن سنوات التسعينات من القرن الماضي أعادت الآلاف من النساء الجزائريات إلى مربع البداية وكأنها لم تكن، مربع اليتامى والثكالى والأرامل الذي اعتقدت المرأة الجزائرية المجاهدة أنها ودعته يوم حمل المحتل حقائبه وغادر أرض المليون ونصف مليون شهيد. فكان لابد أن تواصل المرأة الجزائرية كفاحها لمعرفة مصير أعزاء المفقودين وحقوق مفقودة أو منقوصة داخل أروقة البرلمان وأدراج المحاكم ومن وراء جدران المنازل والمعامل، رغم أنها صارت الطالبة والمديرة والوزيرة بل والقاضية والنائبة وصاحبة الحقل والمصنع. رواية المرأة مسلسل لا ينتهي، فهل ما زالت المرأة نصف المجتمع أم أكثر أم أقل؟ شكرا للزميل موسى صابر أيوب على قراءة هذا التقرير. تنضم إلينا من الجزائر السيدة نعيمة ساكر القيادية في تنسيقية عائلات المفقودين. أهلا وسهلا بك السيدة نعيمة ساكر. أهلا وسهلا، هنيئا لكم بهذا، هنيئا لكم بهذا العيد. لكن بأي حال عاد هذا العيد وأنت واحدة من المئات وربما الآلاف اللائي فقدنا عزيزا
عليهن منذ أكثر من 20 سنة في بلادها المستقلة. بارك الله فيك وهنئكم الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة يعني والله أخي الكريم يعني لو يعني نتكلم في الموضوع في موضوع عيد المرأة الحديث ذو السجون، يعني لما يعني قبل ما نتكلم على عيد المرأة ونتكلم على أنفسنا احنا، نعم. أنا يخز في نفسي أنه يعني المرأة الجزائرية يعني من قبل الاستقلال حتى اليوم وهي تعاني. نحن أنا أكبر في هذا العيد وإن كان أنا لا أعترف به، لكن أكبر في هذا العيد، أكبر دور الشهيدات، أكبر دور المجاهدات، أكبر دور نساء الشهداء، يعني وهذا الشيء الذي يخز في نفسي. يعني كيف لزوجة الشهيد في 1962 لم تلقى تكريم ولا محافظة على أساس أنها أمانة تركها الشهيد، وإذا بها تؤخذ كعاملة نظافة في ثانويات وفي محافظات الأفلال وما إلى ذلك. ويعني نحن نعايش نساء يعني نساء الشهداء نعايشه يعني يحكي على المرارة بمرارة عن الشيء الذي كابدناهن من يعني خلال مسيرتهم في المجتمع. يقولون هذا النساء تقولن هذا النساء تقولن انهن كانوا عرضة وفريسة لكل من له نفس فاسدة، لكل من له في قلبه ذرة شر كان يتحرك بهن. يعني هذا كلام نساء الشهداء. كيف لنساء الشهداء يعني هذه الأمانة الطيبة التي تركها الشهيد ويفعل بها هكذا، ذهبوا بها إلى عمل التنظيف في أكرمك الله في دهاليز الأفلال وما إلى ذلك. أما وأنا يخذ هذا في نفسي لأنها زوجة شهيد. أما بالنسبة لنا يعني كنساء نحن أبان التسعينات فحدث ولا حرج، يعني حتى ولو يعني أنا يخذ في نفسي أني أتكلم بمرارة، نعم. إلا أني لحد الآن أخي الكريم لحد الآن نحن نعاني، لحد الآن نحن نضطهد، لحد الآن نحن يمارس علينا كل أنواع الاستبداد والاستبداد السياسي والاجتماعي. يعني نعم. خروجنا إلى الشارع لم يأتي هكذا، نعم. سببه أنهم اختطفوا لنا يعني من كان أمان لنا في البيوت. نحن أزواجنا كان بالنسبة لنا كانوا صمام الأمان في بيوتنا، نعم. الشيء الذي أخرجنا إلى الشارع هو اختطاف هذا الصمام من البيوت، وبالتالي خرجنا، لكن الله عز وجل أكرمنا أن هذه المحنة أصبحت ميحة، ومن هذا المنطلق يعني خرجنا إلى الشارع بحثا عن الحقيقة، بحثا عن العدالة، بحثا على أننا نجد قبرا، بحثا على أننا نجد هوية هؤلاء المختطفين قصرا. يعني إذن السيدة نعيمة، إذن السيدة نعيمة، أن المشكلة ليست مشكلة مرأة فقط في الوقت الحالي، إنما هي مشكلة مواطن فاقد لحقوقه، فاقد للعدل، فاقد لكرامته في بلده. طبعاً. نعم، يعني فإذا ما مس الرجل تمس معه المرأة، وإذا مست المرأة يمس الرجل، لأن المواطن ليس له قيمة لحد الآن في هذا البلد المستقل للأسف. طبعا للأسف أخي كريم، للأسف المواطنة في بلادنا نحن نعاني، نعم. من كلمة المواطنة أصبحنا نرى أنفسنا وكأننا غرباء على هذا الوطن، نعم. لماذا؟ لأنه الذين يحكموننا يعني يحكموننا بالحديد والنار منذ أزل بعيد. والذي يعني يحض في النفس يعني أنك ترى زوجة مختطف وأم مختطف تضرب في الشارع، ويعني ويسلط عليها كل أنواع السب والشتم، حتى أنهم يعني لو يعني تابعتم نعم 24 فبراير لما خرجنا للشارع نندد بما يجري في الصحراء
الغاز الصخري تعرضوا في الجزائر العاصمة، تعرضت أم أمين وكل الأمهات اللي خرجوا ينددوا، تعرضوا للضرب، تعرضوا للسب، تعرضوا للشتم. نعم. وأنه هذه البلاد ليس لنا فيها حق. أبقي معنا، أبقي من عدم أبقي معي السيدة نعيمة ساكر. تنضم إلينا السيدة عائشة حجار رئيسة المنتدى الإسلامي للأسرة من الجزائر. بعد الترحيب بك عائشة حجار وتهنئتك بهذا العيد الذي نرجو أن يعود في كل مرة وهو عيد حقيقي. يعني السيدة نعيمة ساكر ذكرت بأن مشكل في الجزائر ليس مشكل المرأة وحدها وإنما مشكل الجميع، فيه قمع، وذكرت عينة من هذا القمع الذي تعرضنا له يوم 24 من فبراير عندما خرجنا بهذه المناسبة العزيزة على الشعب الجزائري، مناسبة تأميم المحروقات للتنديد بما يفعل بصحرائنا من استخراج الغاز الصخري. لكن يبدو أن الحريات محروم منها الجميع رجال ونساء. تفضلي السيدة عائشة حجار. نعم، كيف تستقبلين؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. أولا أقول للمرأة في العالم وفي نعم. العالم الإسلامي والعربي يكون أتمنى أن يكون هذا اليوم رمز الحرية، رمز للقيم، رمز لأن يكون في هناك صلح مع القيم الأسرية ويكون تمسك بالمبادئ وبالأخلاق ويكون يوم للحرية، حقوق الإنسان، لأن المرأة طبعا إذا أخذت حقوقها فالأسرة ستكون مستقرة ويكون عندها حقوق. نعم. ما رأيك السيدة عائشة حجار، ما رأيك اليوم النظام الجزائري يقول بأننا منحنا 30% من مقاعد البرلمان للمرأة، العديد من الحقائب تنافس عدد الرجال في الوزارات، منحناها مسؤوليات مديرة، قاضية، شرطية، عميدة شرطة، عميدة في الجيش، هل هذا ما تتطلع إليه المرأة فقط فحسب؟ والله المرأة بصفة عامة أو الإنسان بصفة عامة لا يصبو إلى مناصب وإنما يصبو إلى تحقيق حريات وتحقيق أجواء من الديمقراطية الحقيقية والحرية الحقيقية. والمرأة الآن تواجه تحدي مثل ما يواجه الرجل، وهو التحدي الذي قد يمس بالقيم الإنسانية، قد يمس بالقيمة الأسرية. الآن نرى أن المرأة والرجل والإنسان يحتاج إلى أن يولى اهتمام، أن توجه هذا الاهتمام والفرص من أجل تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة دون أن يؤثر على أداء دورها في الأسرة. نعم. فلا معنى لأن تعطى لها كوتا وقد لا يحسن استعمال هذه الكوتا، فمن هي التي تمثل المرأة في الحكومة؟ من هي التي تمثل نعم. المرأة في الإنسان في البرلمان؟ نعم. من أما المناصب الأخرى فلقد تحصلت عليها المرأة بتحصيل حاصل بحكم التعليم وحكم تربية المجتمع وحكم تطور مجتمعي في التدريس، نعم. في الطب، في الأعمال الأخرى، في الإدارة، فلم يعطيها أحد هذا الحق، حصلت عليه من يعني طبيعيا وبالتدريج وبنضال عادي يعني. أما في تواجدها والكوطة التي تعطى لها فهذه قد أسيء التصرف فيها، وصراحة أقيمها بتجربة ليست بالناجحة 100%، وينبغي أن تتطور أكثر لأن العبرة ليست بالكوطة وإنما هي بالكفاءات، ومن يمثل ومن يمثل المرأة وكيف تتمكن المرأة من التوفيق. يعني إذا أعطوها وزارة ولا في البرلمان ولا هل هناك قانون يحمي هذه المرأة؟ هل هناك قانون يسمح للمرأة أن توازن بين أدوارها كأم وكعاملة ومشاركة في الحياة العامة؟ هل هناك قانون
يحفظ استقرار الأسرة، وهل هناك صناديق موجهة للأسرة كي تتمتع بالاستقرار؟ لكن هناك السيدة عائشة، هناك من يقول كذلك بأن رغم ما تحقق ربما من مكاسب للمرأة في الجزائر عن طريق القانون، عن طريق إشراكها في الحياة السياسية، إشراكها في إدارة المسؤوليات، إلا أن هناك تقاليد ما زالت راسخة في ذهنيات الرجل في الجزائر تحرم المرأة من المشاركة حتى داخل البيت، وتتعرض لقمع واضطهاد كبير ربما ما وراء جدران البيت. والله في الحقيقة هناك بعض المشاكل مختلقة، وهناك مشاكل مستوردة يعني. فالمرأة الجزائرية إذا كان هناك عنف، إذا كان هناك ظلم، إذا كان الإنسان الجزائري مرأة أو رجل يعانون منه، وإذا كان هناك إنصاف وعدل فتستفيد منه المرأة والرجل. ليس هناك صراع مجتمعي في الجزائر، ليس هناك صراع بين المرأة والرجل، بقدر ما هناك يعني بعض الأخطاء والسلبيات قد تكون نتيجة عن ربما في التربية وربما قلة وعي. لكن نرى أن المرأة الجزائرية يعني لقد دخلت كل الميادين، نعم، يعني تواجدها بقوة في القضاء، في التعليم، في التدريس، في الإدارة، في الجيش، في الشرطة، في فمن الذي يمنعها؟ والمرأة الجزائرية تعيش مكرمة في بيتها. أما إذا كان هناك اضطهاد، هناك عنف، هناك هذا يسري على الرجل ويسري على الإنسان. إذا كان هناك سلبيات لا يمكن أن نقول أن المرأة وحدها تعيش هذا القمع وهذا الظلم، وإنما يعيشه المجتمع بصفة عامة. فينبغي علينا أن ننظر للأمر بنظرة شاملة وواعية وواقعية. شكرا جزيلا السيدة عائشة حجار، رئيس المنتدى الإسلامي للأسرة، كنت معنا من الجزائر. أعود للسيدة نعيمة ساكر. نعيمة ساكر، أنت قيادية في تنسيقية عائلات المفقودين، ما هي الرسالة بهذه المناسبة إن كان فعلا يعني أو إن كانت السلطة أو الجزائر تحتفل فعلا بعيد المرأة اليوم؟ مئات وربما آلاف النساء اللائي فقدنا كما قلت في بداية السؤال، يعني ليست هناك من لم تفقد عزيزا عليها بالاختفاء القسري، يعني لو كان قد مات وجيء بالدليل وكان الأمر واضح، هنا الأمر يختلف، لكن كثير من مئات والآلاف لم يعرفنا شيئا عن هؤلاء المفقودين. ما هي الرسالة التي توجهينها للسلطة بهذه المناسبة؟ والله شوف أخي الكريم، يعني بالمناسبة احنا البارح كنا في العاصمة وكان عندنا عمل بمناسبة عيد المرأة. العمل كانت هي عبارة عن ندوة، نعم، نساء في الذاكرة حتى لا نبخس النساء حقهن. يعني هناك مئات من النساء الذين اللواتي تعرضن للاختطاف القسري، وبهذه المناسبة قمنا بهذه الندوة وكانت في مقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. كنا نأمل أن تكون التغطية الصحفية من يعني قنوات والجرائد، كنا نريد أن نوصل صوتنا إلى المجتمع، نعم، أن المرأة يعني تتعرض للاضطهاد السياسي وللاضطهاد الاجتماعي كما جاء الآن في البرنامج تاعكم من خلال هذه الندوة. نعم. لكن اللي حد في نفسنا أنه الصحافة هنا في الجزائر يعني التلفزيون يعني القنوات الحرة ولا الجرائد تتعامل مع القضايا في قضايا المجتمع، تتعامل معهم بمكاييل مش مكيال، يعني اللي يعجبوه يروحوا لهم. يعني صدقني لو اليوم المعارضية دي شخصية في الجزائر العاصمة أو هنا في قسنطينة لرأيت العجب الأخي كريم. نعم. القنوات تغطي شطيخ وربيح، نعم، تغطي يعني أمور تافهة، أمور لا علاقة لها بحقوق المرأة، كما كانت الأخت الفاضلة يعني تكلمت وأجابت في الكلام. نعم. أنه المرأة ليس يعني هي ما تحتاج أنها تحتفل بهذا العيد أو تحتاج إلى حقوق يعني من شديتهم، لا أبدا.
الكرامة من طرف الإسلام من ديننا الحنيف، يعني أعطيت لها كل الحقوق في التشريع السماوي، أعطيت لها كل الحقوق، وبالتالي هي في غنى على أنها يعملونها حفلة هنا وحفلة هناك، بس تروح تفرح وتغني. وبالنسبة لي هذه الحرية وهذه ما حقوق المرأة، لا أبدا. يعني كما كنت أقول لك، نحن البارحة كنا في ندوة سلطنا الضوء فيها على عدد المختطفات في الجزائر كيف اختطفنا سبب الاختطاف، كلهن سبب الاختطاف تاعهم انه زوجها كان في الصيام الاسلامي او انه ابنها كان في الجبل، ومنهم من قتلت ويعني ورمي بها من هليكوبتر، وجبنا شهادات حيه. لكن للاسف الاعلام عندنا في الجزائر يتعامل كما تتعامل السلطه، كما يتعامل النظام. كم عددهن سيدة نعيمة؟ عنده محسوبية. سيدة نعيمة ساكر، كم عددهن النساء اللائي اختطفن من طرف أيادي يعني ربما مجهولة لكنها تابعة لتنظيمات سرية داخل النظام وأجنحة النظام في الجزائر؟ كم بالتقريب عددهن؟ يعني والله بالتقريب فوق المئات، لكن احنا الآن لا يعني لا نقول ما يقول مقتصدي دائما ويردده، ويقول انها عمليات انفراديه وان عمليات قاموا بها عناصر في الامن ولا عناصر في البطريوت ولا لا، ابدا ابدا. قضيه الاعتقال وقضيه الاختطاف القسري هي قضيه مدروسه، قضيه انهم يرعبون شعبا بكامله. يعني حتى الاختطاف القسري والقتل خارج اطار القانون، طال الصغار وطال الكبار، طال النساء وطال الرجال. يعني هذا ليس له، يعني ما عندوش علاقه انه تصرف فردي ولا تصرف بعيدا عن القانون، ابدا. هذا شيء ممنهج ومدروس قامت به هذه الطغمه الحاكمه في الجزائر، والحقت الضرر الكبير. يكفينا 250 الف قتيل، يكفينا الالاف من الارامل، الالاف من الايتام، 20 الف مختطف قسري. يعني الى اين سنصل فوق هذا الدمار الشامل؟ الى اين ويكفي يعني هنا الكلام يحبس. لكن اللي ما قدرناش نستوعبوه انه هذه السلطه هذه لا تريد الاعتراف انه هناك انسداد سياسي، هناك انسداد اجتماعي، هناك انهيار في الاخلاق، هناك انهيار في الاقتصاد، هناك انهيار في التعليم. يعني كارثه. شكرا اخي الكريم. شكرا جزيلا السيدة نعيمة ساكر القيادية في تنسيقية عائلات المفقودين، كنت معنا من قسنطينة من الجزائر. السيدة نعيمة قدمت لنا بعض الحقائق التي ربما نتحدث عن المفقودين لكن لم نتحدث عن المفقودات وهن بالمئات. وأطرح هذا السؤال للسيدة سميرة ضوايفية التي تنضم إلينا للتو، وهي عضو برلماني، عضو في تكتل الجزائر الخضراء. أهلا وسهلا بك السيدة سميرة ضوايفية. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وهانئا لكن بهذا العيد. لكن عاد باي حال السيده نعيمه كانت قد تحدثت عن المئات من المختطفات من الماجدات الجزائريات كما فعل بالرجال كذلك. هل لديكم انتم في البرلمان معلومات عن هذه الملفات؟ في الحقيقه على الاطلاق لا يثار على الاطلاق يعني لمساله تأنيث الاختطاف القسري في الجزائر. نعم. يعني حتى نكون في الصوره وحتى نكون يعني في عمق المساله وبكل وضوح وبكل عظمى، ما هو معروف خلال المأساة الوطنيه يعني تلك الارقام الرهيبه، الالاف المؤلفه، اكثر من 250 الف قتيل، اكثر من 200 الف مفقود. نعم. لكن هل يعني هل ما هو عدد النساء من عدد الرجال من هؤلاء؟ في الحقيقة هذا ليس معلوما لدينا. نعم. وإن كان يفترض في مثل هذه الملفات الشائكة أن تعاد وضعها على طاولة وإعادة يعني فتح الملف، يعني على الأقل لدواعي إنسانية بحتة. نعم. يعني عند فتح الملف ويفتح فيه نقاش وطني شامل، يعني نعم. هذه الحقوق والحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني أعتقد أن المفروض أن مثل هذه الملفات
يعني يعاد فتحها من جديد وتوضع على طاولة الحوار وليكون للجميع الشجاعة، الشجاعة السياسية. أولا نحن بحاجة إلى موقف سياسي، يعني في هذه المسألة بالذات بحاجة إلى موقف سياسي واضح لفتح مثل هذه الملفات إذا كنا نريد غلقها نهائيا بما لا يضيع أو يغير حق أحد من الناس. نعم السيدة سميرة الضويفية، باعتبارك عضو في تكتل الجزائر الخضراء، يعني نعم. نعم هناك قوانين تطرح من حين إلى آخر وخاصة ما تعلق بصندوق المطلقات، نعم. يعني لماذا لا تناقش هذه القوانين على القاعدة الواسعة التي تمثل النساء بدل من تقديمها تقريبا مباشرة بين الحكومة والبرلمان، ونعرف أن البرلمان كذلك يخضع في مجمله لمكتب البرلمان الذي يخضع للحكومة تقريبا مباشرة؟ نعم أخي الكريم، في الحقيقة مثل هذه الملفات ولعل آخرها يعني الملف الشائك حول القانون ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الأخير الذي مس يعني تماس كل الأسرة الجزائرية في جوهرها، مثل هذه القوانين التي تعرض على البرلمان، نحن نعرف أن البرلمان في الحقيقة لم يعد يؤدي الدور المنوط به، ويعني نشهد أسوأ عهدة على الإطلاق في العهدات البرلمانية حاليا، وهو ليس يعني مرده للبرلمان في حد ذاته وإنما للترهل السياسي والضعف والتمييع للساحة السياسية بمجملها. يعني نعاني ترهل كبير في الساحة السياسية وعلى جميع الصعد المجتمعية في الجزائر للأسف، هذه حقيقة لا تنكر. فمثل هذه القضايا التي تمس يعني المجتمع في عمق هويته في عمق بنائه في عمق كينونته يفترض أنها تطرح، يعني كما ذكرت في الملف في ملف المفقودين أن تفتح أن تكون هناك شجاعة سياسية وتفتح مثل هذه الملفات ويلقى بها للجماهير الشعبية فلتتلقفها وتلقي رأيها فيها بكل وضوح ما دام الخلاف أو الاختلاف السياسي لم يفضي إلى حل نهائي، ولعل ملف الغاز الصخري أكبر دليل على هذا. يعني عرض مثل هذه الملفات على البرلمان لم يفضي إلى نتيجة يعني مريحة ونتيجة نهائية ومقبولة. الأغلبية البرلمانية التي يفترض أنها ممثلة صوتت بالاستغلال، لكن الشعب في عمومه يرفض استغلال الغاز الصخري. يعني هذا التناقض بين أغلبية يعني مصطنعة لا تمثل الأغلبية الشعبية الحقيقية، هذا التضارب الكبير يعني يدعونا في مثل هذه الملفات أن نطرحها على الاستفتاء. أبقي معي السيدة ضويفية، سأعود إليك بعد أن أتحدث مع السيدة عائشة زيتوني الناشطة الحقوقية من الجزائر تنضم إلينا في الحال. أهلا وسهلا بك السيدة عائشة زيتوني. أهلا بك أخي الكريم. أهلا وسهلا السيدة عائشة، أنت كناشطة حقوقية في الجزائر وكيف تقارنين يعني الظروف التي تؤدين فيها واجباتك مقارنة مع ما يقوم به الرجل، أم أن الكل في الهم سواء في ظل هذا النظام القمعي الذي طال الجميع؟ يعني في البداية أحيي كل نساء العالم وأقول لهن كل عام وأنتم بخير. النظام هنا في الجزائر يعني ينتهج سياسة الكيل بامتيالين للمرأة، سواء كانت حقوقية أو سياسية أو حتى ماكسة في البيت، لأنه تجد أن المرأة المؤيدة للنظام أو المرأة التي ربما تتعاطف مع النظام والتي تصدق للنظام لها معاملة خاصة، أما المرأة بصفة عامة المعارضة للنظام سواء كانت رجل أو امرأة أيوة معاملة خاصة، عندها معاملة خاصة تختلف تماما عن المرأة المؤيدة. تجد دائما أن المرأة المعارضة في الجزائر تتعرض وكأنها لحرب شرسة. نعم كل هذا تجد حتى يعني لو نتطرق فقط بالنسبة للقانون الأخير لقانون الأسرة اللي يمنع الزوج أنه يضرب زوجته أو يمنع التحرش في الشارع، حتى ذا يعني كنت أود أن أقول لهذا النظام هل قبلت على كل الآفات ولم يبقى لك سوى هذا؟ نعم
حتى هذا القانون راهي ممتلئه بالافات الاجتماعيه. نعم. من راس لراسها كما تقول هذه لا شك ما راح تلعب يعني اقتحمت الاسره الجزائريه اقتحمت مد الاسره. هل كيف انا معك في هذه، كيف لهذا النظام مثلا او هذا الذي يحكم هذه المنظومه التي تشرع وتصدر القوانين، تصدر مثل هذه القوانين ربما لحمايه المراه من التحرش من الضرب داخل البيت، تحكم على الرجل 20 سنة، لكن في نفس الوقت راينا بام اعيننا على الشاشات كيف رجال الامن يتحرشون ضربا ويتهجمون على النساء في مسيرات في عين صالح في العاصمة، خاصة في العاصمة مؤخرا في 24 من فبراير. ما هذا المعاملة الكيل بمكيالين يعني أو يعني بدبل ستاندرد يعني يعامل بوجهين مختلفين؟ ربما لأنه هنا نجد يعني صراحة كان المفروض على النظام الجزائري او المشرعين. نعم. المشرعين طبعا يعني ساقولها بكل صراحه المشرعين غير شرعيين، لانه لو كانوا شرعيين كنا احترمنا القرارات نتاعهم، ولكن الشيء الواقع في الجزائر انه سلطه غير شرعيه، نظام غير شرعي، برلمان غير شرعي، كل شيء غير شرعي. يعني كيف لاناس يصيغون قوانين وهم ضد القوانين؟ هل ترى انه حتى القوانين اللي صاغوهم من اجل حمايه الاسره ستطبق؟ لن تطبق. نعم. تطبق على الظواهر بحالهم لا تطبق. تذهب مع تصبح وحشيا لا تطبق عليها القوانين. القوانين لم يتكلموا عليها خلطوا على الظواهر مش ليهم هما. نعم. نعم، هل تعتقدين غدا سينتهي المهله التي اعطاها الجيش؟ ربما سمعنا بهذا لم نتاكد منه لحد الان 100%، لكن يقال انه حقيقه بعض السياسيين اكدوا بان هذه المهله وهذا الانذار الاخير الذي وجهه الجيش للمعتصمين حتى لا يقتربوا من الاماكن التي تعتبر اماكن عسكريه وفيها شركات لربما انتاج الغاز الصخري، هل تعتقدين انهم يعني سيلجؤون إلى استعمال القوة من أجل تنفيذ هذا الإنذار؟ والله لا أظن أن الجيش سيستعمل القوة. نعم. حبذا لو أنهم لم يقحمون الجيش الجزائري في مثل هذه الأمور. نعم. يعني الجيش هو مكلف بحماية البلاد وليس بحماية النظام. الأفضل أن الجيش يقوم بحماية الحدود الجزائرية ولا يتدخل في مثل هذه الأمور ولا يقحمه النظام أو نعم. رؤوس من النظام يعني الناس على رأس مؤسسات يحاولوا أنهم يفدوا بالجيش في أمور من هذه. أنا ضد هذا الشيء. الجيش هو وظيفته حماية الشعب، حماية البلاد، حماية العبد وليس حماية النظام. شكرا جزيلا السيدة عائشة زيتوني الناشطة الحقوقية، كنت معنا من الجزائر. أعود إليك السيدة سميرة ضويفية، كما كنت ربما تستمعين لضيفتي السيدة عائشة زيتوني تحدثت عن القوانين التي قدمت للبرلمان للمصادقة عليها فيما يتعلق بالتحرش، الضرب، الاعتداء ربما الجسدي على المرأة. نرى في كل مرة يعني الشرطة أو شرطيات يعتدين على متظاهرات، وما زالت هناك صور بالضرب وبالدفع وبالتعنيف، لكن أليس من حق ألا ينطبق عليهم أو عليهن هذا القانون، قانون ضرب وممارس العنف ضد النساء؟ للأسف القانون أو مشاريع القوانين هذه تكيل بمكاييل حقيقة. حينما يعني نفاجأ أصلا القانون المعدل المؤتمن لقانون العقوبات هذا الذي طرح نعم. علينا مؤخرا في قانون العقوبات الأصلي هذه المواد المتعلقة بالعنف داخل الأسرة أو الضرب بين الزوجين هي مواد مسائل أو قضايا مقتنع لها من قبل يعني وبالعقوبات الجزائية المعروفة في القانون السابق. ما نستغرب له هو إعادة طرح مثل هذه القضايا، والأسوأ أو الـ الأسوأ بالنسبة لنا أن تأتي هذه القوانين في إطار ما تقول عنه الحكومة أنه سلسلة من الإصلاحات القانونية التشريعية المتعلقة بالأسرة. نعم. يعني هذه التجزئة في كل مرة تطالعنا الحكومة بمجموعة من التعديلات
في قانون العقوبات او في غيره بما يمس يعني دي لوا كادر او القوانين اطار يعني اعلى كقانون الاسره الذي يؤطر المعدل في 2005 او يعني او الدستور مثلا الذي ينص على عدم التمييز في قضايا كثيره. نعم. مثلا الماده 56 من الدستور تنص على ضروره حمايه الاسره. نعم. يعني اذا كان فعلا المشرع يعنى ويعني يتحيز للمراه المظلومه المعنفه، وان كان يعني موضوعيا لا ننكر وجود مثل هذه الحالات في المجتمع الجزائري، فاين بالمقابل يعني التطبيق يعني السن الصريح للدستور على حمايه الاسره؟ نعم. نحن في خلال وزاره التضامن الوطني والاسره هناك مجلس على الاسره، لكن هذا المجلس المؤسس سنة 2006 ليس مفعلا، رغم أنه مجلس موجود وله هيكلة واضحة محددة قانونا وله أغلفة مرصودة، لكن لا نرى له أثرا، بينما الأسرة الجزائرية تعاني من تحولات وتغيرات كثيرة. نعم. تؤثر على دينيتها، على ترتيبها. نعم. على كينولاتها. نعم. من ضمن السيدة سميرة، يعني أعتقد في هذا السياق. نعم. إذا كان يعني القانون بهذا المنطق ينحاز للمرأة التي تعنف داخل يعني الأسر، داخل هذه المحمية إن صح التعبير. نعم. فلما لا يحمي المرأة إذا كان فعلا من تلك من الاعتداءات؟ وهنا السيدة سميرة، السيدة سميرة ضويفية، يعني سؤال ربما أخير فيما يتعلق بآثار هذه القوانين. كثير من السياسيين، من المراقبين، من حتى الخبراء نفسيين اجتماعيين يقولون بأن مثل هذه القوانين شجعت المرأة على الخلع، شجعت كذلك، أدت إلى ازدياد حالات الطلاق باعتبار أن فيه تشجيع على الطلاق، ربما لتوفير السكن، لتوفير ربما المعونة المالية. كيف أنت في البرلمان ومرأة كذلك، هل هذا صحيح أم هي مجرد مبالغة؟ الحقيقة أنا أعتقد حتى من وحي تخصصي يعني. لا. أن حالات التفكك التي تطال الأسرة الجزائرية هي ليست لهذا السبب بالذات يعني. لا. أصلا حتى الحق في السكن أو الحق في النفقة هي يعني هي نفقة زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني لا يتصور أحد أن المرأة المطلقة في الجزائر أن الزوج أو المطلق ملزم بتوفير سكن. إذن فالمشكلة السيدة سميرة هي مشكلة ثقافة اجتماعية غائبة، وهل تعمل الدولة على ترقية الثقافة الزوجية، يعني كيفية بناء الأسرة وتوضيح الأهداف وتوضيح الطرق والأساليب الجيدة للحفاظ على هذه الأسرة؟ أعتقد في تصوري أن للمسألة عاملين اثنين. نعم. العامل الأول هو زيادة هذه الثقافة، خاصة مع التحولات الرهيبة. نحن مجتمعات الآن، مجتمعاتنا مجتمعات مفتوحة على عولمة ثقافية لا ترحم. فكيان الأسرة كما ذكرت يتعرض لتأثيرات كثيرة وكثيرة جدا، زائد أن الإنسان الجزائري هو إنسان معنف. الإنسان. نعم. بغض النظر في الجزائر، بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، هو إنسان معنف. نعم. معنف سياسيا، معنف اقتصاديا، معنف اجتماعيا، هو إنسان مقهور. يعني الإنسان الذي يفتقر لأبسط يعني أبسط يعني مسهلات الحياة أو ضروريات الحياة. نعم. فنقل يعني الإنسان الذي يفتقر للمياه، يفتقر للطريق، يفتقر للنظافة، يعني يخضع لمعاناة دائمة، في معاناة دائمة لأبسط الأشياء. نعم. الإدارة هو. نعم. إنسان معنف، فهو يعيش كل هذا الضغط خارج البيت. حينما يعود للبيت مع غلق قنوات التنفيذ والمشاركة، فهو ينفس عن كل هذا داخل البيت. شكرا. أعتقد أن هذان العاملان هما يعني العاملان الأساسيان الرئيسيان في الضغط على الأسرة، حتى يعني تحولت بهذا الشكل من التفكك او كذا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا السيدة سميرة ضوايفية، عضو تكتل الجزائر الخضراء في البرلمان الجزائري، كنت معنا من الجزائر. وتنضم الينا السيدة ام امين من الجزائر. ام امين معروفة بابنها امين المفقود، نسأل الله ان يعيدها او ان يعيده اليها. ام امين اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. أهلا وسهلا السيدة أم أمين. أهلا، السلام عليكم الأخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتشرف بحضورك يا سيدة أم أمين. مرحبا بك. لشخصك الكريم. الله يبارك فيك. ولا راني مريض،
ما قوتش نعيط ونبكي على وليدي لا حاجة. بالشفاء إن شاء الله. نشكر قناتكم. الله يبارك. ونشكر الكنترول وتحياتي للإخوة لكاع المخلصين. الأخ أبو ياسين أبو ياسمين حياتي مدة ما سمعناهش أبو زكريا وليدي عبد السلام بلجيكا وما ننساش الشيخنا العلامة أبو صهيب. فيما يخص الموضوع تاع المرأة ناخذ كل يوم المرأة الجزائرية في سهلنا. نعم 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 ألو. المرأة اليوم تحتفل بالثامن مارس في الجزائر كباقي نساء العالم لكن عندها خصوصيتها. نعم لا للأسف للشعب الجزائري لا ركزنا فينا احنا حائلة المختطفين. انا بالنسبة لي صافي 19 سنة ما نعرفش انا عيد المرأة ولا تنسى هذه الدولة الجزائرية اليوم مدت عيد المرأة 8 مارس نقول عيب وعار عليك راكو ديروا القحل في العينين العاملين تحلوا لوحة رانا عاملين لحد اخو كان صح حق المرأة اعطونا ولادنا اتركوا لنا ولادنا عملك الحق والحرية تاعنا ماشي تجيب تقولوا للنساء الجزائريات اليوم العالمي للمرأة اليوم المرأة الجزائرية راكو دايرين حرايين عندكم ديروا نساء ديروا دون دي باس باش تخدموا بيهم ماشي باش يخدموا هما على روحتهم بالمثال الوفاء النور باختلاف القضاة تاع النظام هذولا كانوا لهم يوم العالمي للمرأة. احنا ما عندناش عيد خويا العزيز احنا رانا نشكو على ولادنا وانا في هذا الوقت اللي راني ماشى الواتساب باش نروح نوقف مع الاخ راسي داوين وولادي عند رب الدعوة وصدروا عند خمسة هذاك راهي المرأة الجزائرية وكلهم عيبوا عام يا نساء الجزائريات اللي ما وقفتوش مع أمهات المختطفين عيبوا عام عليكم والله ما عندكم كرام تاع المرأة الجزائرية وينكم يا برلمانيات اللي تفدوا يديكم قولوا كلمة الحق المختطفين رانا مرضنا رانا خرجنا على حقنا يا الأخ محمد والدولة تخدم عيد المرأة أنا كنت في شو أنا بنبكي مع ولدي وهما دارا تفدنا عاد خرجت شتي وردة وهذا القتل خرجوا تاع المرأة ما وجدوش في الإنسان ما تسمعش لهم يحبوا المرأة الجزائرية ما سيديروا الرعد والجزائر تأثر جلهم ما خلوش كحية نفسك هم عبدوا بلو الوقت الزمان تاع 91 ما يعدوا يفدوا في الناس لا يقدروا يكونوا معاه ما سيديروا يحبوا النساء الجزائريات ولا قدروا الأمهات ولا الخواتات ولا بناتهم باش الرعد والجزائري ما يخلوش في الموقع ويكون يدقوا اللي بقاو غير هما معاهم عاوز راه صاير في الجزائر يا خويا محمد وراك تشوف حالك شراني والله ما نحس بالحلم حسبي الله ونعم الوكيل وانا بغيت رجاله بزاف وقفوا معايا وما وقفتش معايا نساء البرلمانيات نساء الوعفاء على حساب ما تهشموش يا واحد المجرمات تحوسوا غير عند الدراهم الكراسه والله ما تروحوا بعيد عند ربي ما سامحوكمش ما سامحوكمش وكان جيتوا في حالات وقفتوا مع النساء تاع الصحراء تاع الصحراء انت هاي عمرك نسال في حالات تاع صالح شوف كيف الدارين هذوك ما يشروهمش بالمال الحاخ هذوك ما يعطوهمش التصميم يسخاب هذوك ما يعطوهمش الليله ما يعطوهمش الابارتمون في كلاب بتاع هذوك شرافه هذوك النساء هذوك راهم يبكوا على ولادهم ورجالتهم وما قدرتش نكمل العالم نوكل عليكم ربي نوكل عليكم ربي نوكل عليكم ربي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل عائلات وأمهات وأهالي المختطفين والمختطفات أن يفتح الله سبحانه وتعالى وأن يجعل لهم مخرجا من هذه المسألة وأن يعلموا ويعرفوا على الأقل هل مات هؤلاء المختطفين والمختطفات هل هم في مكان ما ولكي على الأقل تطمئن قلوبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا وإياهم في الجنة إن شاء الله وأشكركم أعزائي المشاهدين وفقط أذكر أن السيدة أم أمين ما هي إلا رمز ومثال لمئات وربما آلاف النساء الجزائريات اللائي فقدنا
عزيزا عليهن، وفشل النظام الجزائري والسلطة الجزائرية في أن يأتيهم بيقين ما حدث لهؤلاء. نسأل الله أن يكون في عون الجميع، ونشكركم، وتحية وتهانينا لكل نساء الجزائر وكل النساء المسلمات في غزة، في فلسطين، وكذلك في عين صالح. هؤلاء النساء اللاتي وقفنا لأكثر من 70 يوما ثابتات صامدات على رأيهن وعلى حقهن في توقيف الغاز الصخري حتى لا يلوث هذه الصحراء الجميلة الصافية النقية. أشكركم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.